عمر مجاهد من طنجة. كنقدم راسي انا كنعمل التجاره الالكترونيه في الانترنت. الوغ تعرضنا لواحد عمليه النصب كبيره بزاف لمقدار ديال 17 مليون من بنك السياج. انا كيف ما العاده كتعرف كنت عملو باغ ابليكاسيون. واحد مره دخلت الابليكاسيون كنجبر كود تبدل، طلع كود انكوريكت. كيف هادشي هذا؟ مشيت عملت الواجبات ديالي، مشيت للكوميسار ديكلاريت باللي اللي وقع اللي وقع. قالوا لي سنغدا تمشي البنكه ديالك هي تسمي معاك الحل. جينا البنكه ديالنا كنجبر كنتفاجئ بلي الحساب ديالي رجع زيرو درهم، 17 مليون زيرو درهم في ليله واحده. يعني تقريبا خرجت تقريبا 80 اوبيراسيون ديال 2000 درهم. خرجت عن طريق سي اش اكسبريس، ونورمالمون علما ان سي اش اكسبريس البلافون ديالها هو 20000 درهم في العام، مكتوبه في اي ابليكاسيون، اي تليفون جبرتي دخل ابليكاسيون جبرها مكتوبه لو مونتون انويل باغ ايميتور 20000 درهم. يعني كيفاش هاد السي اش هادي خرجتنا 17 مليون في ليله واحده وبدون هويه؟ يعني السيد مشى للكيشي بدون هويه، ملتسم ما كيبانش، خرج 17 مليون كامله ومشى بحالو، حتى شي واحد ما تحرك. حاليا دابا حنا ماشي ماجين، هذه تقريبا شهرين حنا ماشي ماجين، حتى شي واحد ما تحرك، حتى شي حاجه ما كاين، مشي واجي يعمل هذه مضي هذه، ما كاين حتى شي حاجه. ثاني حاجه دابا جينا بيدنا هنايا كازا، السيج ديالهم كبير اللي معروف كازا. جينا لهنايا شنو عملتوا؟ شنو حتى شي واحد ما استقبلنا، حتى واحد ما هضر معنا، يعني استغربنا كيفاش واحد مشات له 17 مليون، يعني راس مالي كامل اللي دمرت عليه هذه تقريبا 6 سنين ولا 7 سنين، عاملني بواحد الطريقه اللي ماشي مزيانه. دخلت ما حتى واحد ما قابلنا، حتى واحد ما هضر معنا. جات واحد السيده مي ما هضرت معنا في التليفون، وجات في الاول هضرت مي ما كاين حتى شي حاجه اللي جديده. صافي الصباح حنا نشوفوا معاك الحال، حنا نشوفوا ما كاين والو، دابا نعيطوا لك، دابا نجاوبك، ما يمكنش هذا الشيء. هذا المسؤوليه كنحملها انا البنكه، هي اللي تختار خاص. يعني كيفاش بلافون 20000 درهم وخرجت شي كامل؟ يعني باين اختراق. ثاني حاجه اختراق، كيفاش اخترقوا الابليكاسيون؟ يعني بهذه السهوله هذه، وماشي اول واحد. انا سمعت بزاف ديال الناس ديجا سمعتها، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، يعني كاين اللي عملوا مع الحال كاين اللي باقي، ما يمكنش. يعني انا كنتسنى دابا هذه تقريبا شهرين و17 مليون، انا جالس دابا ما خدامش، يعني الفلوس ديالي كامل مشاو لي، راس المال اللي كنتحرك به كامل مشى. يعني هادشي ماشي معقول، خصهم يشوفوا لنا شي حل في اقرب وقت حاليا. دابا انا اخويا كان خدمت في مجال السياحه الفندقه، والفلوس اللي مشاو لي تقريبا شي 13000 درهم، مشاو لي فلوس من السياج، و تقريبا شي 3 شهور هذه ودرت الاجراءات اللي عليا كاملين، لحد الان باقي ما جاوبونيش. والطريقه باش نمشاو الفلوس واحد الطريقه اللي ما حتى واحد ما كيتفهمها، بان انا من واحد النهار قبل العيد تقريبا بيومين كنتفاجئ بان الخط ديالي كيمشي، والخط ديال اللي تابع لاتصالات المغرب، ومشى ليا الريزو لحد بعد يومين ثلاث ايام كنتفاجئ بان كيمشيو ليا فلوسي من البنكه. كيفاش؟ الله اعلم. ملي جيت عندهم قالوا لي خاصك دير شي اجراءات، انك خاصك دير شكايه للوكيل المالي، وانك تدفع الشكايه ديالك للبوليس. وهذيك الساعه نشدوا البحث حنايا. من بعد درت هذه الاجراءات كاملين، لحد الان دابا غاديه في 3 شهور ما جاوبوناش، وحنا عده ناس ماشي غير انا بوحدي، ولحد الان دابا باقي ما جاوبوناش، وحنا جينا اليوم كنطالبوا بحقنا. يعني الا كانوا غيديروا معنا شي اجراءات، حيت هذه ثغره استغلوا هذوك اللي خداو لينا فلوسنا في لابليكاسيون ديال لا بنك ديال السياج. وحنا كنطالبوا حيت حنا الحق ديالنا هو عند السياج، حيت هما اللي عندهم الثغره هنا، هما اللي مشاو ليهم الفلوس، ماشي حنا كنحطوا فلوسنا عند لا بنك باش نتامنوا عليهم.